المدرب جورج ليكنس المدرب البلجيكي، وفي يعني جواب عن سؤال لزميل نوفل العوامل عن ما يجب على اللاعبين التركيز عليه قبل هذه المباراة، كان المدرب ليكنس قال له جواب خاص. نسمع. La seule chose qu'il doit dire, c'est demain Congo. Et Congo, Congo, tu vas dormir Congo, tu rêves Congo, le matin tu manges Congo. J'espère l'après-midi ou le soir à manger Congo aussi. يعني المسائل واضحة، كونغو 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 كونغو، لما يكون عندك الخصم قال لهم يتغداو بالكونغو، يتعشاو بالكونغو، يناموا بالكونغو. محي الدين. ليكنس بلجيكي. فيعرف الكونغو. هادو كونغو كينشاسا، مش كونغو برازافيل، كونغو كينشاسا يعرفوا منين كانوا مستعمرين. من بلجيك يعرف عقليه شويه نوعا ما نتاع، ولكن كونغو ولا مش كونغو، الملعب هو اللي يفرق ما بين تونس، لانه محتاجه نقطه، ممكن ما تصعدش الى انهزمته، ولكن حنا نتمنى ان شاء الله يفوزوا.